بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف تكاثر أو إكسار نبات المكحلة أو الريو. المكحلة اللي هو زي ما حضراتكم شايفينه نبات جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، تمام زي ما حضراتكم شايفين، وبينمو بسرعة جدا وبينزل وبيتدلى، بيبقى حاجة بسم الله ما شاء الله، بيفكرني كده بالنبات بتاع حي علم. فاكرين نبات حي علم اللي هو دون ده هو اللي بيعمل، بصوا من الفرع الواحد بسم الله ما شاء الله عمل ايه، المكحلة زيه زي ما حضراتكم شايفينه كده. المكحلة بتبقى اللون بتاعها زي ما حضراتكم شايفينه ده، الارجواني ده او المور شوية، بتطلع وردة صغنطوطة خالص كده لونها بينك كده، تمام، وبيعمل بينمو بسم الله ما شاء الله، ما بيحتاجش عناية كتير خالص، يعني نبات محترم وصبور وحاجة يعني اللي ايه لسه اللي بيزرع. ده المكحلة، ده المكحلة. الريو بيبقى لونه مخضر شوية زيه كده، هو مخضر. انا اشتريت النبتة دي، بقول للراجل لو سمحت انا عايزة نبات المكحلة، وراح اداني ده. انا معرفش اذا كانت دي مكحلة ولا ريو ولا مهجنة ولا ايه، ممكن تكون من العائلة بتاعتها، هي شبيهة فعلا بيها، تمام، بس انا معرفش. انا اللي اعرفه المكحلة بتاعتنا اللي هي منتشرة عندنا في مصر وفي الوطن العربي، والريو زيها بالظبط بس مخضرة، مش لونها ايه ارجواني زي دي، تمام. بص اللون بتاعها ما شاء الله، دي لونها بردك زيها، بس ممكن تكون يعني انا مش عارف يعني دي ريو دي ولا مكحلة، بس انا قلت له هات لي فجاب لي دي. المهم النبات ده سهل التكاثر جدا جدا وقليل العناية، نبات محترم قوي قوي، بيفكرني بالنبات لما قلت لكم زي نبات العنكبوت. كل اللي احنا هنعمله حضراتكم، مثلا هنقول مثلا دي ده هي، هتقطعوها بسم الله اهي، قطعناها اهي، قطعناها اوكي، وهتقوموا حاطينها في التربة اهي كده، خلاص انتهى. شفتوا بساطة اكتر من كده اهي. خدوا اي عقلة انتوا عايزينها زي دي تاني، تكسروا دي، تاخدوا العقلة دي، بس يا ريت بس تبقى فيها ساق شوية عشان ايه ما ايه يعني ايه تقاوم، تمام. يعني اهو زي ما حضراتكم شايفين، ممكن دي تتقسم تبقى واحدة، تمام، ممكن يعني انا اخدت منها حتة ودي حتة كمان، وممكن ايه يعني دي ممكن تعملوها على اتنين او تلاتة، تمام. سهل جدا، نبات محترم، مش محتاج لعناية ولا اي حاجة، ولما بيكبر وبينزل بصوا اللون بتاعه سبحان الله تبارك الرحمن، بصوا الجمال يا الله، بصوا الجمال، يعني سبحان الله في خلقه، فعلا سبحان الله في خلقه. مالكمش دعوه بس باللون دون عشان فيه كان فيه تراب من شويه، تمام. فادي حضراتكم اهو قصيناها حطيناها في التربه اهي، بس خلاص. نفس النظام بالنسبه لده، نفس النظام بالنسبه للريو او الـ مش عارف ده انا ماشي انا مش عارفه ده ايه، بس هو ممكن يكون مكحله بس نوع جديد. نفس النظام، هنقص العقله بردك حضراتكم واقوم حاطينها في قلب التربه، خلاص انتهت على كده، سهل جدا. بتسقي كل قد ايه حضراتكم؟ ده انا بحطه في شمس مباشر، ضوء مباشر، مش مشكله عنده، مش مشكله خالص، بيتحمل كل حاجه صراحه، بيتحمل كل حاجه. يعني بقى انا بسقيه مثلا بيتحمل العطش، بس مش العطش يعني لدرجه نسيبه بالاسابيع، يعني ممكن لو في الشتاء بسقيه كل اسبوع مره، لو في الشتاء مره كل اسبوع، تمام. اما في الصيف مثلا لو الصيف اللي هو الحر قوي مثلا بسقيه كل يومين او كل 3 ايام ماشي. فانما لو الدنيا حر وحاسين طبعا ان النباتات زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت، لو حتى ميعاد الري بتاعه لسه ما جاش وحسيتوا ان الدنيا حر قوي، اكيد لازم تسقوا النبات اي نبات كان. فحضراتكم سهل التكاثر وسهل العناية، مش محتاجة اي عناية خالص، فهاتوه وجربوه، بيدي منظر بسم الله ما شاء الله. انا عاملة منه كتير زي ما حضراتكم شايفين اهو، وفي عندي زهريات تانية اهو، بصوا حضراتكم، بصوا سبحان الله، الوان مخطط والموف الصريح. فهاتوه حضراتكم واعملوا منه التكاثر، وبسهل الزراعة ومش محتاج رعاية، وبينزل بيبقى شكله حلو جدا. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش بقى حضراتكم بقى لايك وشير واشتراك في القناة. شفتوا الجمال؟ بص الألوان الحلوة. يلا السلام عليكم، ما تنسوش حضراتكم بقى، مع السلامة.